تدخل الطيايبة لغياب الدفاع أو المدافع المحوري. صبري غربي في وسط الميدان أمام فرحي. هريت هريت نقلت وتمريرات بين عناصر المولودية، كرة بالخطأ من هناك، لكن هناك رايا، هناك رايا، وضعية تسلل أشار إليها الحكم المساعد الأول السيد بيوض سمير. بيوض سمير، شوف هنا، نعم في التسلل، كان يتسلل ببضع سنتيمترات لاعب طيايبة. ممتازة هذه الكرة، التسديدة تبقى دائما. ماذا يقول الحكم؟ إذن ضربة جزاء لصالح مولودية وهران. شوف هنا فريفر، فريفر مع فرحي هنا من هذه الزاوية. كان احتكاك، لمس قدم اليسرى لفرحي مع القدم اليمنى لفريفر. لو نشاهد الإعادة من زاوية أخرى، يوسف شيبان، يوسف شيبان، والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح مولودية وهران عن طريق شيبان. شيبان يتمكن من تسجيل الهدف الثاني. شوف هنا ضربة الجزاء التي سجلها يوسف شيبان، الكرة في جهة والحارس بالكروش في الجهة الأخرى. سجل مولودية وهران يعني هدفين، وهدفين يعني أراحوا كثيرا. والهدف الثالث، الهدف الثالث لصالح مولودية وهران. شيبان يتمكن من تسجيل الثنائية. شوف هنا توزيعة مكاوي، شيبان، ها هي التوزيعة. شوف شيبان ضرب الكرة بالعقب بالعبارة، يوسف تكون كرة في القائمة الثاني. ممتازة، ممتازة هذه الكرة، والدفاع يتدخل. شيبان، شيبان يمرر الكرة ممتازة من هناك ناحية فريفر، فريفر ينطلق في الرواق اليسار، ممتازة، ممتازة، والرابع، الرابع لصالح مولودية وهران بعد هربة ممتازة على الجهة اليسرى. فريفر يقدم كرة على طبق ناحية طيبة الذي يتمكن من تسجيل الهدف الرابع والثاني له في رصيده في هذه المباراة. طيبة عند القفز أو إعلانه اللي فرحته بتسجيل الهدف فيه على ما أظن يعني إصابة على مستوى ليزيسكي جومبي. كرة خريفي، خريفي امام فريفر، فريفر يتفوق عليه، يراوغ بطريقة ممتازة، يراوغ الاول والثاني ثم التسديدة. كانت محاولة ممتازة من فريفر، هذا اللاعب الشاب صاحب 19 سنة انطلق. لو نشاهد هنا كان خطأ يعني وراء المدافع، والكرة من هناك ملعوبة بالشكل الجيد، ولا